باين تلك عذاب 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 عذاب. عرفتي شتاف؟ شوف المغاربة الطيبوبة ديالهم، شوف المغاربة الطيبوبة ديالهم، شنو قالت عليه؟ تكتيك عليكم، تكتيك واحد بتي تيموانياج ولكن شوكو شوكو صادم، شهادة صادمة. سلام. السلام عليكم، الله يحفظك والله ينصرك. ما عندهم والو، ايزون غيان غيان غيان، ابسوليمون غيان والله العظيم. مشاو راجل غير سيفيني. انا قلت لك في السبعينات، كنت قلتها للناس، قلت لهم الحسن تاني الله يرحمه هذا النهار، يا ربي يا ربي ينزل غير الرحمات قد النجوم اللي كاين في السماء. قلت لهم انا كنت نتلاقى مع الملك بوسيدي ورجليه ونقول ليه اللي دار شي كارثه، بلا ما تدخلوا لا للسونترال ولا العكاشه ولا اللي دار شي كارثه درتو الجزائر. اه سي ديكولاس، لا شعبهم ولا لا سي كونتر. ديك الكلمه ديال خاوه خاوه ما تحملهاش والله العظيم ما تحملهاش. نقول واحد القصه ديال واحد الجزائريان جاي يخطب واحد السيده انا من العائله ديالي. سمع القصه مزيان. اه وي، عيطوا عليا لي بارون قالوا لي فوالا الشريف هذا تعرف امه هذا. بركت معاه، قلت شفت عند راجل بنت خالتي، قلت لها الحاج؟ قال لي نعم. قلت له واش باغي تتزوجها؟ قال لي قلت لها باغي تضيفتها للمقبره. قال لي شتي شريفات هاد الهضره هادي؟ انا اللي نقول لك. ايوا جات ديك السيده العروسه الله يرحمها مسكينه، قالت لي مولاي عبد الله اش دار لك؟ قلت لها شتي هاد راه باغا تفني راسك حيه، راه يدير لك عذاب 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 عذاب. عرفتي اش دارت؟ شوف المغاربه الطيبوبه ديالهم، شوف المغاربه الطيبوبه ديالهم. شنو قالت عليه؟ قالت عليه قالوا له لو جور دو مارياج ديرهم في واحد القاعة. أنا اللي شفت لهم القاعة، كيجي تر حدايا وكيدير واحد الشطح ديال حلتي باش يقلقني. عرفتي اش قلت ليه؟ قلت ليه شطح وحيد سروالك انت كاع. تا قلت ليه راه كون درتي العرس كون درتي غير كرنتي كحسن لك، كيجي تير هاد الأرض طيبة راه بقى يشوف فيا والأبيض. وفينالمون داها. وعرفتي شحال دوزت معاه؟ طرومو وشي 13 يوم. تعاود ليا مسكينه رشيده الله يرحمها، وتكرفيس تكرفيس. ولكن اللي عطا الله عطاه، ضربه واحد الضربه مسكينه للراس. ملي جات المغرب هي كتعاني، توفات شحال هادي، توفات. عذبها عذاب، وعاودت للدارهم قالت لهم فين هو الشريف؟ فين هو الشريف؟ فين هو؟ ولد خالتي نبوس ليه رجليه. قالها ليا ويقول لهم رجل خالتي، قالها مولاي عبد الله الشريف، قالها يا ولد الحرام. عذبها عذاب 3 شهور و13 يوم. ملي جات المغربيه مسكينه في الادويه في كسكانير في هذا، فينالمون لقاو عندها اون تيمور في هذيك الضربه اللي ضربها ولد الحرام. عرفتي باش ضربها ولد الحرام؟ ضربها مهراس عرفت الله عالي. ايه واش نقول لك؟ انا تنقول لك جي ديتست لا لو كوفرنمون الجيريان ولا لو بوبل الجيريان ولا الريحه ديال الجيريان. مون افي انا كنت كنحكم في هذه البلاد ندير حيط وندير فيه 10 متر ولا 20 متر ديال العلو، وندير داك لو باربوري ولا هوت طونسيون. ما نقربوش ليهم، سي دي ميكروب، سي دي فيروس، سي دي بيرانيا، سي دي بولب، سي دي فيبر، سي دي سكوربلون. اي حاجه وحق الرب العظيم اخويا العزيز الغالي سي الابراهيمي، الى الله يبعدنا عليهم فريمون. الملك الله ينصره والله يحفظه والله يطول عمره ويحفظ جميع المغاربه. لربي تحبنا عطانا احسن ملك واحسن شعب. تحياتي لك ايها الرجل الطيب الخلوق سيد ابراهيم الغوتي القلب الكبير. بارك الله عليك سيدي الشريف. هذا الشريف كان شريف مولاي الشريف عبد الله اونسيان جوور ديال مديوني وهرن وليزمو دوغون، ولعب مع لازمو وكلشي يعرف الجيري تخي تخي بيان، ولعب في ليزمو د وجدة ولعب في بليزير ايكيب في المغرب، وحاليا راه روتريتي في ريجي طابا وراه ديريكتور تكنيك في الاكاديمي ديال محمد الخامس. دونك هادي شهادة، هو من فاعل وقال ديك الكلام لان كيشوف بنت خالو قتلوها ليه ضربوها، قال نصحها باش ما تزوجش مع جزائري تمشي معاه، وهي مسكينه على نيتها مشات قالتها ليه وتزوجت به ومشات معاه للجزائر وعذبها وضربها بمهراز وضربها ببالا ورجعت من داك الضربه اللي ضربها للراس شدتها تماك. المهم التيمور تماك وتمات مسكينه. هو قصص بحال هادو كاينين كتار. البارح حكاو لي قصه ديال فري فري، واحد من العائله ديالهم عيطوا ليهم يخدموا في القبص، صحابهم بداو يخدموا في القبص في الجزائر،
تلقاو ليهم، سلخوهم مزيان، كي فاقوا لقاو راسهم، كي فاقوا لقاو راسهم لا وراق لا والو، مهرسين ركابيهم، مهرسين رجليهم، مهرسين فمهم مهرس، وجههم مهرس. هزهم غير واحد السيد من الحدود ديال وجده، عام وما عنده باش يعالج فيهم، ما عرفهمش، عام وما بعدها بداو يعرفوا المعلومات، عرفوا باش رجعوا العائله ديالهم، داروهم ماتوا، ترجعوا عندهم كلشي اونديكابي ولا دي زونديكابي كيتمشاو بلي بيكي. انا نصحت المغاربه قلت لهم ما تمشوش تخدموا تما، كاين شي مغاربه اللي حصلوا شحال هادي مشاو تماك، الوقت اللي كانت القضيه هنايا شويه ناقصه وكانت فرض يعني الحرب، شو خدموا تماك في الزليج وداروا دي زونتربريز وداو الخدامه خياطه كذلك، داو تماك معلمين يخيطوا، داو معلمين من فاس يصوبوا القفطان ويصوبوا البدعيه والتكشيطه في تلمسان وفهران، داو الزلالجيه من هنايا، كل واحد مشى تماك وغراوه ودار اونتربريز ودا اليد العامله من المغرب ودوز لهم الصناعه التقليديه المغربيه ليهم، دوز لهم كلشي. انتم كتشوفوا دابا ما كاينش الاعتراف بالجميل، سي لان غراتيتود، سي نكرا الخير، وكتشوف كيديو لك حاجه ديالك عين وبينها، تشوف افتتاح ديال العاب بحر المتوسط، خداو الاغنيه عين بين ديال نعمان الحلو، ومن كيبيبليوها المغاربه سير يوتيوب كيوقفهم كيقول لهم دروا دوتور. وكاين شهاده اخرى من جزائري قال لي ما دوزاش، يعرفوا الصوت ديالي، كانوا يخدموا عنده مغاربه ومشاو كانوا يخدموا على القبس، ودير اونتربريز كيخدم معاهم، كيخدموا عنده، كيخدموا في القبس، وهذا عايش في المغرب وكبر مع المغاربه ويعرف المغاربه وعايش معاهم وعنده الدم ديالو مغربي. المهم المره الثانيه مشاو دوزوا العيد، كيرجعوا مشاو تلقاو ليهم حدا الدار، كيما هذاك السيد هدد قال لك غادي نمشيو عند الجزائري اللي مخدمين المغاربه نهدوه باش يطردهم ويدخل الجزائريين يخدموا. كيرجعوا تلقاو ليهم في الطريق، تلقاو راسهم ناعسين عنده، جا هو اللي يعرفهم، السلطات تقلب عليهم قال لهم راجعوا يخدموا عندي، لقاهم مهرسين مدقدقين، عام هو يعالج فيهم، عام هو يعالج فيهم، ما خدامين ما والو، ترجعهم للمغرب دي زونديكابي، ما بقاوش كيخدموا. هادو شهادات واقعيه كنقولها للمغاربه اللي غامروا وكيمشيو يخدموا تماك، فهمتي. وهاد الشهاده اللي دارها مولاي عبد الله الشريف، راه راجل عنده السبعينات، راه ماشي زعما يوصل لهذيك الدرجه انه يكره يسمع عليهم شي حاجه، لان عاش معاهم ويعرفهم. الفرق ما بيننا وبين الجزائريين فرق كبير، حنا كاع بني ادم، حنا كاع بشر، ما كانش حنا ما عنديش داك لسبخي ديال زعما راه حنا، ولكن الفرق بيناتنا على انهم هما دولتهم دجنتهم، الدوله ديالهم دجنتهم مده 60 سنه وهي تشحن فيهم بالكراهيه ضد المغرب وضد الملكيه وضد الملك، دري صغير قولك نتوما اللي كتبوسوا اليدين، شحنتهم. عكس ذلك المغرب عمر شحن المغاربه ضد الجزائر، قال على انها دوله شيوعيه ولا انها دوله ضد الاسلام ولا انها دوله كتحارب الملكيه ولا انها دوله ما كتبغيش المغاربه، ما عمر سمعنا الصحافه الرسميه تتحامل على الجزائر او الجزائريين، عمرنا سمعنا في القسم في المدرسه ولادنا عمر جابوا شي حاجه خايبه على الجزائر، لا تاريخها ولا عمرهم شكوا في التمره ديالها وعمرهم جبدوا على بومدين ولا عمرهم جبدوا على بنبله، رغم كل المشاكل اللي وقع ما بين المغرب والجزائر، الشعب كان ديجا على برا، مخرجينو على برا، كيما حنا كنقول لك كندومونديو برد اتاي، السكر على برا، كندومونديو برد اتاي وكيعطيك السكر انت دير القياس ديالك هنا في القهاوي باختو، ماشي كيدير لك هو السكر على برا، الشعب ديما دايرو المغرب، النظام المغربي دايرو على برا، ما كيدخلوش في هاد النزاع مع الجزائر، بينما الجزائر من اول وهله دخلت شعبها بدات كتدجن فيه وتقري في المدارس على ان المملكه مملكه العبوديه، مملكه كذا، مملكه، فهمتي، الفساد، الدعاره، اي حاجه زوينه في المغرب كيبخسوها يقول حقها هذه. ها هو دابا مراكش، دابا كتشوفوا لي سيليبغيتي دي موند، جميع مشاهير العالم كاينين في مراكش، مشاو على الدعاره، هذه مشكل دعاره بتبخيس السياحه المغربيه، السياح اللي كيجيو من اوروبا عند الصغر ديالهم كيقراو، واش كيقراو في الصغر ديالهم اللي كتقول لهم جيو على الدعاره، كيقراو ليديكاسيون سيكسيال، التربيه الجنسيه، ما كيطلعوش مكبوتين، ما كيطلعوش يقلبوا على السكس، نقول لكم هذه اللغه، ما كيطلعوش يقلبوا على الجنس، ما كيطلعوش يغتصبوا، غير اللي مريض، اللي مريض هذيك حاجه اخرى، اللي بسيكوبات، اللي مرض،
فهمتي؟ اما بالنسبه لهم كيقراوها في الاقسام في المدارس، كيقريو البنت وكيقريو الولد باش يعرف شنو يدير، شنو هو كولد والاخرى شكون كذكر والاخرى كانثى. التربيه الجنسيه، هذا اللي دار التربيه الجنسيه يجي للمغرب على قبال الجنس، على الجنس سخاء ما عندهمش في البلاد. هما راه لا ليبرتي توتال عندهم، الحريه عندهم بدون مكا. حنا راه عندنا الجنس، عندنا الدعاره، راه جنايه، راكش عليها الحبس. اما الناس غالطين، راك يشدوك مع مراتك بارك وما يجيو يطلبوا لك الوراق. واش مراتك هادي تجبد الوراق فراسك ولا ما فراسكش؟ لو فينومين ديال الدعاره هو مونديال وبريستوريك، من نهار اللي خلق الانسان وهي كاينه، فهمتي؟ هاد الناس بغاو يجسدوها في المغرب باش يبخسوا لي السياحه ديالو والكرامه ديال الرجال المغاربه والنساء المغاربه، والا من عند الجزائر ومن الجزائريين. ما كانش دوله كتنعتنا بهاد الناس، او الصحافه المموله من طرف النظام الشيوعي الفاشل الضعيف الهكوكي القرقوري الجزائري، منذ مده 60 سنه وهي كتجن في الشعب ديالها عبر الاعلام، الاعلام ثم الاعلام صباح وعشيه، وفي المنتديات وفي اللقاءات ديما كيقولوا حنا دوله عظمى، حنا دوله قويه، حنا دوله كذا، واستصغرونا حنا، حنا عبيد ودوله العبيد. اغلبيه كيقولوا انتم عبيد وتزاديتوا عبيد ثم عبيد زادتوا عبيد. ما كيفهموش الملكيه شنو هي، ما كيفهموش الطقوس، ما كيفهموش الولاء، ما كيفهموش مراسم البيعه، ما كيفهموا حتى حاجه. ما عم غادي تهضر، ما غادي تهضر. الناس راه صافي دابا جينيتيكمون اللي فورمي اللي كونستيتيي لي كونستيتيسيون جينيتيك ديالو اللي كومبوزيسيون جينيتيك ديالو هو يكره مغربي ويكره المغرب. هادوك اللي كيجيو هنايا كيلبسوا التوني الجيريون كيضربوا في الدروب وسط المدينه القديمه، ومغاربه مساكين ما عارفين والو، كيوريوه الطريق وكيوريوه البلايص وكيدخلوا لديورهم. ما كيباتوش في لوطيل لي زالجيريان هنايا في المغرب، كيباتوش في لوطيل، كيباتو عند المغاربه، كيباتو عند المغاربه. بينما مغربي يمشي لهيه صلوا عليه صلاه الجنازه. عدد كبير ديال الناس اللي ما رجعوش، عدد كبير. المهم هذه نصيحه للمغاربه، نصيحه للمغاربه اللي راهم فرحانين، المغاربه اللي فرحانين راهم في الجزائر ودايرين لي زونتربريز، الفرحه ديالهم ما غاديش تكمل. يجي النهار اللي غادي يديو لهم كلشي ويزيفطوهم، يجي النهار اللي زيفطوهم يبكيو، يجي النهار اللي يقدروا يديو لهم عيالاتهم الا كانوا جزائريات ويديو لهم ولادهم ويزيفطوهم ريفولي. انا كنقولها لهم، راه المغرب عاونهم باش ياخذوا الاستقلال ديالهم اون 63، يلاه استقلوا، زيفطوا 68000 في اون 75، زيفطوا 350000 بمساعده السكان، كيتسميوها باتريوت اكت، القوميين اللي ما كيبغوش المغاربه. كنحييكم، وهذا فيديو خاص بصحاب خاوه خاوه، وخاص بهذوك اللي راهم في المغاربه اللي راهم في الجزائر وكيظنوا على انهم راهم كيصوبوا مستقبل. ما عندك اوكان افونيغ، راك عايش بوان دانتيروغاسيون، غدا تصبح لا ما تصبحش تماك، هادي ولا زيفطوك. تبارك الله عليكم، شكرا للشريف مولاي الشريف على الشهاده ديالو، شكرا تبارك الله عليكم.